الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكد أن الشبكة القومية للكهرباء ما تأثرتش بالعاصفة الترابية اللي ضربت عدد من المحافظات المصرية، وأن في استقرار في التغذية الكهربائية للمواطنين في كل أنحاء الجمهورية، خصوصا أن معدلات الانقطاعات الناتجة عن العاصفة الترابية تكاد تكون معدومة مقارنة بسنين سابقة. كما أكد أن بعد الانتهاء من أعمال التطوير الخاصة بمشروع حياة كريمة هيحصل المواطن في أبعد قرية على نفس مستوى الخدمة اللي بيحصل عليها المشترك في القاهرة الكبرى. وهينضم لنا على التليفون الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير يا فندم على حضراتكم وعلى جميع متابعينكم الكرام. يعني حضرتك طمنتنا على ان العاصفة الترابية امبارح ما اثرتش على اي من المعدات الكهربائية، فيعني حضرتك لو تكلمنا اكتر عن الشق الثاني من الخبر، وكنت بتكلم ان كل بعد مبادرة حياة كريمة هيحصل جميع المواطنين على نفس مستوى الخدمة الكهربائية، حضرتك ممكن تكلمنا اكتر. هو طبعا تاكيد لكلام حضرتك واستكمالا لما تم في التطوير والطفره الكبيره اللي شهدتها القطاع الكهرباء والدعم الكبير للقطاع دوت من سياده الرئيس، والحمد لله دلوقتي المردود الايجابي بتاعه اللي احنا شايفينه دلوقتي الحمد لله الى يعني قدر كبير جدا من استقرار التغذيه الكهربائيه. وزي ما حضرتك اشرت بالنسبه لمشروع حياه كريمه وديت اللي بتنقل الشبكات الكهربائيه، هي دلوقتي حاليا يعني الحمد لله هي بتفي بكل الاحتياجات المطلوبه، ولكن مع الانتهاء او مع تطوير الشبكات اللي موجوده في القرى في ضمن حياه كريمه الاستقرار هيبقى اكبر، والمعدات الكهربائيه اللي هيتم اضافتها واحدالها وتجديدها هناك هتبقى بطريقه كبيره جدا، هتساعد برضو ان تكون الطاقه الكهربائيه او التغذيه الكهربائيه والخدمات ايضا لكل المواطنين في ابعد قريه هتبقى زي اللي موجوده في المدن. ويمكن ده بيبان من الميزانيه اللي تم رصدها من الدوله في هذا الاطار، يمكن على مستوى الكهرباء فقط في المرحله الاولى اللي بتشمل حوالي 1500 قريه بتصل الى حوالي 24 مليار جنيه. ميزانيه ما حصلتش قبل كده، وكمان في نفس الوقت ممكن تصل للثلاث مراحل اجماليها اللي هي حوالي 4500 قريه، ان شاء الله ممكن تصل الى حوالي 70 مليار جنيه، بحيث ان تبقى اولا الخطوط الهوائيه لجهد المتوسط تكون كابلات ارضيه، التغذيه الكهربائيه لكل قريه ما تكونش من مصدر واحد ان شاء الله هتكون من اكثر من مصدر، بحيث لو حصل في اي انقطاع هيبقى في البديل بتاعها، بالاضافه للخدمات الكهربائيه ان شاء الله الالكترونيه المتطوره ومراكز خدمه العملاء كلها هتبقى على نفس المستوى ان شاء الله بتاع المدن الكبرى. طيب احنا طبعا بنطمن الناس مرة تانية، وزي ما حضرتك اشرت ان الحمد لله موجود الاجهزة الجديدة او محطات التغذية جاهزة لمجابهة اي جديد وحتى توفير الخدمات بالتساوي والشكل العادل. بنشكرك على هذا التوضيح دكتور ايمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء.